السلام عليكم ورحمة الله، عدنا. ازيكم يا ناس، عاملين ايه؟ مازال معكم محدثكم عنخس امون الشهيرة بأميم، قناة عنخس امون كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ ايه رأيكم النهاردة ان شاء الله نعمل اصدار جديد من قطعة محببة للأطفال من سن 6 سنين لسن 60 سنة؟ ايه رأيكم؟ عرفتوها؟ عرفتوها، شخصية مارد وشوشني، الشخصية القميلة المدورة دي. النهاردة ان شاء الله بعد ما عملنا منها فيديو قبل كده هوت لبست القلم، النهاردة ان شاء الله هنعمل الشخصية كاملة على بعض بإذن الله. ايه رأيكم؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. هنحتاج معانا ايه النهاردة ان شاء الله لمارد افندي وشوشني؟ هنحتاج لونين من اليزي الديفا، هنحتاج اللون ده للجسم، ده درجة 117. هنحتاج حاجة بسيطة أبيض، هتبقى في الصوابع إن شاء الله. هنحتاج 3 ألوان من إليز فور إيفر عشان العين، الأبيض والأسود والزيتي. الزيتي طبعا ده اختياري بالنسبة لكم، لو عايزين تغيروا اللون انا عملته قبل كده هوت العينين ازرقة، وان شاء الله في الاصدار الجديد من مارد وشوشني اما نيجي نعمل منه الباسكت بخيط الكليم ان شاء الله هنبقى نغير اللون للبني باذن الله. دول اللي هنحتاجهم للعين. هنحتاج معنا ايه كمان؟ هنحتاج ابرة رقم 1 لإليز الديفا، ابرة رقم 1 الا ربع لإليز فور ايفر. هنحتاج مقص صغنن، ابرة تنظيف، وهنحتاج شوية فايبر طبعا. ايه رأيكم نبدأ؟ نبدأ. اول حاجة هنعملها معانا ان شاء الله الجسم، وهنبدأ نعمل دايرة سحرية ونعمل فيها 6 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. وهنقفل الدايرة السحرية طبعا. بعد ما قفلنا الدايرة السحرية اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله سطر تزايد على كل الغرز، واللي هينتهي معانا على 12 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، تزايد، بعد ما خلصنا سطر تزايد على كل الغرز واللي انتهى معانا على 12 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحدة حشو وواحدة تزايد، واللي هينتهي معانا على 18 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، واحدة حشو. بعد ما خلصنا سطر واحدة حشو وواحدة تزايد واللي انتهى معانا على 18 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 2 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 24 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 2 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 24 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله يبقى سطر
تلاتة حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 30 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، 1 2 3. بعد ما خلصنا سطر 3 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 30 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 4 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 36 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 4 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 36 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 5 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 42 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، 1 2 3 4 5. بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 42 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 6 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 48 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، 1 2 3 4 5 6. بعد ما خلصنا سطر 6 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 48 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 7 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 54 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصنا سطر 7 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 54 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله سطر 8 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 60 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 8 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 60 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 ثابت على 60 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع اقول لكم هنعمل بعد كده ايه ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 60 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 9 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 66 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وتزايد.
بعد ما خلصنا سطر 9 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 66 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 66 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 66 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 10 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 72 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 10 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 72 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 72 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع اقول لكم هنعمل بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 72 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 11 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 78 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 11 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 78 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله سطر واحد ثابت على 78 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع اقول لكم هنكمل نعمل ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 78 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 12 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 84 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 12 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 84 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله سطر واحد ثابت على 84 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 84 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 13 حشو وتزايد واللي هينتهي معانا على 90 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 13 حشو وتزايد واللي انتهى معانا على 90 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 90 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله.
بعد ما خلصنا السطر الثابت على 90 غرزة حشو، السطر الجديد معانا إن شاء الله هيبقى سطر 14 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 96 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وتزايد. بعد ما خلصنا سطر 14 حشو وتزايد، واللي انتهى معانا على 96 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 96 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 96 غرزة حشو، اخر سطر تزايد معانا النهارده ان شاء الله في الجسم بتاع وشوشني هيبقى سطر 15 حشو وتزايد، واللي هينتهي معانا على 102 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تزايد. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12 13 14 15. بعد ما خلصنا سطر 15 حشو وتزايد، واللي انتهى معانا على 102 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله 14 سطر على 102 غرزة حشو. أيوان زي ما سمعتوا كده، 14 سطر ثابت على 102 غرزة حشو. هختص ورا الكاميرا أعمل الـ14 سطر وأرجع لكم إن شاء الله. استنوني. ورجعت لكم بعد ما خلصنا الـ14 سطر ثابت على 102 غرزة حشو، وحمد لله على سلامتي. أنا السطر الجديد معانا إن شاء الله هيبقى سطر 15 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 96 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12 13 14 15. وبعد ما خلصنا السطر بعد ما خلصنا سطر 15 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 96 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 96 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 96 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 14 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 90 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10
11 12 13 14 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 14 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 90 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 13 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 84 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص واحد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13. بعد ما خلصنا سطر 13 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 84 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر واحد ثابت على 84 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 84 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 12 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 78 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12. بعد ما خلصنا سطر 12 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 78 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله يبقى سطر 11 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 72 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11. بعد ما خلصنا سطر 11 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 72 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله يبقى سطر 10 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 66 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. بعد ما خلصنا سطر 10 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 66 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 9 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 60 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد
اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 9 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 60 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 8 حشو وتناقص واللي هينتهي معانا على 54 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 8 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 54 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 7 حشو وتناقص واللي هينتهي معانا على 48 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بعد ما خلصنا سطر 7 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 48 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 6 حشو وتناقص واللي هينتهي معانا على 42 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 6 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 42 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 5 حشو وتناقص واللي هينتهي معانا على 36 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 36 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 4 حشو وتناقص واللي هينتهي معانا على 30 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 وتناقص.
بعد ما خلصنا سطر 4 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 30 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 3 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 24 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 وتناقص، 3 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 24 غرزة حشو، وحشينا معانا مارد افندي واشوشني كده، وحاولنا نظبط الفايبر على قد ما نقدر، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 2 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 18 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 وتناقص، 2 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 18 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله يبقى سطر 1 حشو وواحدة تناقص، واللي هينتهي معانا على 12 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 حشو، هنحاول نضيق ايدينا شوية يا جماعة في الغرز بتاعت التناقص اللي بتبقى في الاخر عشان ما تبقاش واسعة وتبين الفايبر. 1 تناقص، 1 حشو وواحدة تناقص واللي انتهى معانا على 12 غرزة حشو، اخر سطر معانا ان شاء الله في الجسم بتاع مارد افندي واشوشني هيبقى سطر تناقص على كل الغرز، واللي هينتهي معانا على 6 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، 1 تناقص على كل الغرز واللي انتهى معانا على 6 غرزة حشو، هنيجي نعمل ايه بعد كده ان شاء الله؟ هنيجي نقص حتة طويلة شوية من الخيط، ونيجي نلضم الخيط دوت في ابرة التنظيف، وبعدين نيجي نقفل الدايرة عشان يبقى فنشنا الجسم ان شاء الله. هنيجي ناخد الحلقات الامامية بس من ال6 غرز عشان نقفل الدايرة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6
ونيجي نشد الخيط بتاعنا كده، ونيجي نقوم منظفين الخيط ونقص الباقي. هنضف الخيط واقصه وارجع اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما نضفنا بقية الخيط وقصينا الباقي، بقت معانا القطعة بتاعتنا بالشكل ده كده. هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنيجي نسيبها من ايدنا شوية كده دلوقتي، ونسيب الخيط الاخضر الفاتح او الزيتي الفاتح بتاع الجسم، ونيجي نعمل ايه بقى؟ نجيب الخيط الابيض عشان نبدأ في القدم بتاع ده مهر ده فندي وشوشني، عشان يعرف يمشي على رجلينه ويروح الشغل بتاعه، يملى الانابيب بتاعت شركة المرعبين. نكمل القدم، هنيجي نجيب الخيط الأبيض عشان نبدأ نعمل الصوابع الصغنطوطة بتاعته. هنيجي نعمل دايرة سحرية، ونعمل فيها 6 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. ونيجي نقفل الدايرة السحرية. السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 حشو وواحدة تزايد، واللي هينتهي معانا على 9 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 تزايد، 1 حشو. بعد ما خلصنا سطر 1 حشو وواحدة تزايد واللي انتهى معانا على 9 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 ثابت على 9 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 9 غرزة حشو، هنيجي بعد كده هوت نغير اللون الابيض للون الجسم مرة تانية، وهنعمل معانا بعد كده ان شاء الله 7 سطور ثابتين على 9 غرزة حشو. هعمل ال7 سطور الثابتين وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا ال7 سطور الثابتين على 9 غرزة حشو بلون الجسم، هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نعمل 2 كمان للرجل الاولانية، ونيجي نشبك الصباع التاني، وهنشتغل عليه 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. ونيجي نشبك الصباع الثالث، وهنعمل عليه 9 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. سبعة 8 9. ونيجي نعمل 4 كمان على الصباع التاني. 1 2 3
4. ونيجي نعمل كمان 9 على الصباع الأولين. 2 3 4 5 6 7 8 9. والسطر ده هينتهي معانا على 27 غرزة حشو. بعد ما خلصنا السطر دوت على 27 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله 6 سطور ثابتين على 27 غرزة حشو. هعمل الست سطور الثابتين وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا الست سطور الثابتين على 27 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 7 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 24 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 7 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 24 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 ثابت على 24 غرزة حشو. هعمل السطر الثابت وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطر الثابت على 24 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 6 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 21 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعد ما خلصنا سطر 6 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 21 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 5 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 18 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتناقص، واللي انتهى معانا على 18 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 1 حشو 1 تناقص، واللي هينتهي معانا على 12 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 حشو 1 تناقص. بعد ما خلصنا سطر 1 حشو 1 تناقص، واللي انتهى معانا على 12 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر تناقص على كل الغرز، واللي هينتهي معانا على 6 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص. بعد ما خلصنا سطر تناقص على كل الغرز، واللي انتهى معانا على 6 غرزة حشو، وظبطنا كمان شويه معانا الفايبر جوه القدم، هنيجي نقص حته طويله شويه من الخيط، نلضمها في ابره التنظيف، ونيجي ناخد الحلقات الاماميه بس من الست غرز اللي احنا فضلوا معانا هنا اهو، عشان نقفل الدايره. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونيجي نشد الخيط عشان نقفل الدايرة معانا بالشكل ده، وبعدين ننظف بقية الخيط ونقصه. هنظف بقية الخيط وقصه واجي اقول لكم ان شاء الله ايه الخطوة اللي هنعملها بعد كده. بعد ما نظفنا بقية الخيط وقصينا الباقي، هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنيجي نحدد من هنا اهوت بعد القفلة 1 2 3 4 5 سطر. هنيجي نحط دبوس من هنا ونعد، ادي 1 2 3 4 5، وبعدين من الناحية التانية 1 2 3 4 5، ونحط دبوس هنا، وبعدين من قدام مش هيبقوا 5 هيبقوا 6، 1 2 3 4 5 6، وبعدين من الجنب الأخير هيبقى 1 2 3 4 5. هنعمل 21 غرزة، ماشي الحال؟ مفهومة كده؟ هنيجي نشيل الدبوس الأولاني، نشبك الخيط بتاعنا، ونعمل أول غرزة. هنعمل سلسلة ارتفاع، وبعدين نبدأ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 معلش يا جماعة، هي صعبة شوية السطر اللي بيبقى في أول القدم. هكمل بقية 21 غرزة بالطريقة ديت وارجع أقولكوا هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا 21 غرزة حشو على القدم من فوق، اللي هنيجي نعمله معانا بعد كده ان شاء الله سطرين ثابتين على 21 غرزة حشو. هعمل هعمل السطرين الثابتين على 21 غرزة حشو وارجع اقول لكم الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا السطرين الثابت على 21 غرزة حشو وبقت معانا القدم بالشكل ده، هنيجي نعمل السطر الجديد معانا ان شاء الله سطر 5 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 18 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 وتناقص. بعد ما خلصنا سطر 5 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 18 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله 5 سطور ثابتين على 18 غرزة حشو. هعمل الخمس سطور الثابتين وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصنا الخمس سطور الثابتين على 18 غرزة حشو، السطر الجديد معانا ان شاء الله هيبقى سطر 4 حشو وتناقص، واللي هينتهي معانا على 15 غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. تناقص، واحد اتنين تلاتة أربعة بعد ما خلصنا سطر 4 حشو وتناقص واللي انتهى معانا على 15 غرزة حشو، اللي هنعمله معانا بعد كده ان شاء الله 12 سطر ثابتين على 15 غرزة حشو. هعمل ال 12 سطر الثابتين وارجع اقول لكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. بعد ما خلصنا ال 12 سطر الثابتين وبقت معانا القدم بالشكل ده، هنيجي نقص حتة طويلة شوية من الخيط عشان التركيب. ونيجي نحط واحدة من الناحية دي واحدة جنبها من الناحية التانية. وإلى هنا وأدرك عنخس التعب وقالت تسيب الشغل من إيديها بالأدب. تم بحمد الله فيديو الجزء الأولاني من مارد وشوشني، وإن شاء الله استنوني في الجزء التاني.
قبل ما امشي ما تنسوش تعملوا لإيديك والفقرات تمارين المخوفاتية عشان إن شاء الله إيدينا ما توجعناش. تم بحمد الله، وأشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني. كان معكم أمون عنخس أمون، والسلام عليكم ورحمة الله.